مثال رقم 5 على كيفية تطبيق نظرية ثيفنل. السؤال اللي موجود عندنا هنا: استخدم نظرية ثيفنل لإيجاد التيار المار بالمقاومة 4 أوم. أول خطوة قلنا نحدد المقاومة أو الفرع المطلوب أو اللازم إجراء الحسابات عليه. الخطوة رقم 2 إنه هذا الفرع أخليه خلينا نقول رموز عليه أو أحدد أطرافه، فأقول هذا الطرف هسه راح أسميه A وهذا الطرف راح أسميه B. هسه إيش راح أسوي؟ أرفع هذا الفرع، أعيد رسم الدائرة مالتي بعد ما إنه أرفع هذا الفرع، فالدائرة مالتنا راح تكون بهذا الشكل. هذا مصدر تيار اللي هو مقداره 10 أمبير، عندي هذه المقاومة اللي قيمتها 2 أوم، هذا الطرف راح أسميه هو الطرف B، أوكي؟ وهذا الطرف هو نفس الطرف A، هذه المقاومة اللي عندنا اللي هي 6، هذه المقاومة اللي هي 3، وهذا هو مقدار قيمة المصدر الفولتير 12. هسه هنا أول خطوة أحتاج أن أحسب مقدار قيمة الفولتية بعد ما أنه صار عندي open circuit، يعني بعد ما رفعت شنو الطرف المقاومة المطلوب حسابات الأجراء الحساب عليه. بالنسبة لهذا المصدر، مصدر العشرة أمبير، بعد ما صار هنا عندي open circuit كل التيار اللي دفع المصدر وين يمر بالمقاومة العشرين، ما عنده مسار ثاني جاي يتحرك عليه، لأن التيار من يوصل لهذه النقطة هذا المسار open، إذا ما راح يمر بي تيار، فكل التيار راح يمر وين بالمقاومة الاثنين. إذا مقدار قيمة هبوط الجهد أو الفولتية عبر طرفي المقاومة، هذه هسه خلي أسميها فولتية المقاومة اللي هنا، راح تكون هي 10 في 2 تيار في المقاومة، فراح يكون مقدار الهبوط الجهد اللي هنا خلي أسميه هذا V1، فأقول V1 يساوي لي 10 في 2 راح يكون مساوي ل 20 فولت. زين، بنفس السياق التيار اللي راح يدفع المصدر 12 فولت، هذا التيار كله راح يتحرك وين؟ بالمقاومة الثلاثة، يوصل لهذه النقطة ما راح يمر هنا باعتبار أوبن، يمر بالمقاومة الستة. إذا صار ثلاثة مع ستة ربطهم توالي، وبالتالي راح استخدم مجزئ الفولتية لإيجاد مقدار قيمة شنو الفولتية عبر طرفي المقاومة ستة، وراح أسميها V2، فأقول V2 تساوي الفولتية 12 في ستة على ستة زائد ثلاثة، وراح تكون مقدار قيمة الفولتية تساوي 8 فولت. هذه 8 فولت. إذن فولتية الثفنين هي الفولتية، هذه الفولتية ما بين طرفين A و B، فأقول V ثفنين تساوي VB ناقص الـ VA، وتساوي فولتية النقطة B هي نفسها فولتية الـ V1، زين، وفولتية النقطة A هي نفسها فولتية الـ V2، فأقول VB ناقص الـ VA راح تكون مساوية إلى 20 ناقص 8، وراح تكون مساوية إلى 12 فولت. هسه هذه المطلب الأول من خلينا نقول حققناه، اللي هو إيجاد فولتية ثفنين. خطوة رقم 2 أحتاج إنه أحسب مقدار قيمة المقاومة ما بين الطرفين A و B، فأتخلص من مصادر اللي موجودة بالدائرة. المصدر الأول يعني الدائرة مالتي أعيد حسابها أو أعيد رسمها، راح تكون هي عبارة عن هذه النقطة هسه اللي هي البي، هذه بي، هذا المصدر الأول اللي هو مصدر تيار راح يكون open circuit، فراح يكون بهذا الشكل. هذه المقاومة اللي هي المقاومة 2 أوم، هذه open circuit. زين، الطرف الثاني اللي هو هذا الطرف الـ A، المقاومة اللي عندي 6، هذه المقاومة 6، أوكي، بهذا الشكل، هذه 6 أوم. هسه شنو بعد عندي؟ المقاومة هذه 3، وهذا هو short circuit راح يصير هنا باعتبار مصدر فولتية، هذه هنا راح أخلي short circuit باعتبار مصدر فولتية. هسه المطلوب هو إيجاد الـR ثفنين اللي منظورة من هذه النقطة، فإذا انتبه راح يصير شنو هنا عندي؟ هذول المقاومتين مربوطين توازي، المكافئ مالتهم هو توالي مع المقاومة الاثنين، فأقول إذا مقدار قيمة الار ثفنين راح تكون مساوية إلى ار ثفنين راح تكون مساوية إلى 3 مع 6 توازي، فيصير 3 في 6 18 على مجموعهم 9، راح يصير 2 زائد 2 راح يكون عندي 4، فبالتالي 3 توازي مع 6 زائد 2 والنتيجة هي 4 أوم. أوكي، هسه أعيد رسم المكافئ. المكافئ راح يكون هو عبارة عن مقاومة مع مصدر والطرفين A و B، أرجع العنصر اللي رفعته من عندهم بالخطوة رقم الأولى رقم 1 اللي هي شنو المقاومة الأربعة، فأرجع المقاومة الأربعة بين الطرفين، هذه 4 أوم،
وهذه هي الأربع عوامل المكافئ، وهنا قلنا الفولتية 12. شنو المطلوب هسه؟ التيار اللي مار بالمقاومة 4، فالمطلوب من عندي هو إيجاد مقدار قيمة التيار. فأقول إذن مقدار التيار المار بالمقاومة 4 أوم يساوي الفولتية الكلية اللي هي 12 على المقاومة الكلية اللي هي راح تكون مساوية إلى 4 زائد 4 اللي هي 8، والنتيجة هو 1.5 أمبير. ناخذ مثال رقم 6. رقم 6 راح يكون المثال التالي: احسب التيار المار بالمقاومة 10 أوم باستخدام نظرية ثيفنن. عندي مصدر فولتية مع مقاومة توالي مقدارها 5 أوم، هذا الفرع كله بالتوازي مع الفرع الثاني اللي هو عبارة عن مقاومة مقدارها 2. عندي هنا مصدر 12 مع المقاومة 8، وهذول الأطراف راح أسميهم A و B، هذه A هذه B، وهذا العنصر اللي مطلوب تياره اللي هو مقداره مقدار مقاومته 10. فهسه أول خطوة راح أعيد رسم الدائرة بعد ما أرفع هذا العنصر، يعني راح يكون عندي مقاومة مع مصدر بهذا الشكل، هذا الطرف راح أسميه B. أوكي، هنا عندي مقاومة مع مصدر فولتية قطبيته بهذا الشكل، هذا الطرف A. هسه رفعت هذا العنصر اللي هنا، هنا عندنا 8 أوم مع مصدر فولتية 12 فولت، هذه هنا 20 فولت مع مقاومة 5، وعندي بعد شنو هذا الفرع اللي هو مقاومته 2. هسه أحتاج إنه أحسب الفولتية ما بين الـ A والـ B، هذه الفولتية فولتية 2، واحتاج انه احسب مقدار قيمة المقاومة المنظورة ما بين الـ A والـ B. فهسه خلي انتبه على النقطة رقم 1، المصدر العشرين من يدفع لي تيار، التيار راح يدفع بهذا الشكل، هذا التيار راح يتحرك به المقاومة اللي هي الخمسة اوم، راح يتحرك بالمقاومة 5 اوم اللي هي هذه، يتحرك يوصل وين؟ خلي اسمي هذه النقطة دي، هذه راح اسميها سدي، هذه سي باعتبار اي بي، هذه راح اسميها سي، هذه دي. من يتحرك التيار يوصل للنقطة دي راح قدامه مسارين، المسار الاول اللي هو عبارة عن المقاومة الثمانية بالتوالي مع مصدر الفولتية، والمسار الثاني المقاومة هي الاثنين. زين، هنا نخلي انتبه على نقطة، بما انه هذه هنا اوبن سيركت، ان ما راح يمر عندي تيار بهذا الفرع، وبالتالي التيار اللي يكون على 8 اوم تيار صفر، وهبوط الجهد على المقاومه 8 راح يكون صفر. اذا كل التيار اللي راح يدفع المصدر ال20 راح يتحرك وين؟ بالمقاومه ال2، ويتحرك بهذا الشكل. اوكي، اذا هذه النقطه هسه نقطه رقم 1. زين، على هذا الاساس راح يكون راح اسوي مجزئ فولتيه لايجاد الفولتيه على اليمين على المقاومه ال2، فراح اخذ مجزئ فولتيه اللي هنا وراح اسمي هذه فولتيه 1. يعني هسه واضحه هذه النقطه عندي، طالما انه هنا انا عندي اوبن سيركت، اذا هذا الفرع ما يمر به تيار، وبما انه ما يمر به تيار اذا ماكو هبوط جهد على المقاومه، وكانه المقاومه هذه ما موجوده، اذا احسب الفولتية على المقاومه الاثنين اوم اللي سميتها في 1، فاقول مقدار قيمه الفي 1 تساوي 20، يعني وكانه صار مقاومتين توالي، 20 في 2 على 2 زائد 5، وراح يكون عندنا عندي 40 على 7، وراح تكون مساوي الى 5.71 فولت، الفولتية اللي موجودة اللي هنا. زين، هسه شنو اريد احسب؟ راح احسب فولتية الثفلين عن طريق انه اخذ كيرشوف فولتج لو، يعني اخذ كيرشوف بهذه الحركة مادي، احسب الفولتيات كلها ضمن هذا اللوب. زين، فمن احسب الفولتيات راح يصير عندي V1 نفس الحركة مالتي، نفس القطبية باعتبار انه هذه موجب هذه سالب، فاقول V1 هذا المصدر معاكس الحركة مادي، هذه المقاومة قلنا بما أنه تيارها صفر وكأنه ما موجودة، فراح تكون هي عبارة عن V1 ناقص 12 اللي هي فولتية المصدر ناقص V2 تساوي صفر، ومن عندها مقدار قيمة فولتية 2 هي عبارة عن V1 ناقص 12، أو أقول مقدار قيمة V2 تساوي V1 حسبناها هي هذه، فبالتالي راح تكون مساوية إلى 5.71 ناقص 12، والنتيجة راح تكون مساوية إلى ناقص 6.29 فولت، هذه فولتية تفنن. أحتاج أنه شنو أحسب هسه مقاومة تفنن؟
عندي مصدر الفولتية هذا يصير شورت، من يصير شورت راح يصير عندي المقاومة 5 مع المقاومة 2 توازي، عندي هذا المصدر راح يصير شورت في الدائرة مالتي، راح تكون هذه مقاومة، هاي الطرف A، هذه قلنا هنا راح يكون عندي مقاومة، هذه B، هنا عندنا المقاومة مالتنا، هذول طلع المصدرين، هذا المصدر سويناه شورت سيركت وهذا المصدر سويناه شورت سيركت. فشنو صار عندي؟ المقاومة 5 توازي مع المقاومة 2، المكافئ مالتهم راح يكون توالي مع المقاومة 8. فأقول إذا R2 راح تكون مساوية إلى 5 توازي مع الاثنين هذولي، والمكافئ مالتهم توالي مع الثمانية، والنتيجة راح يكون مساوي إلى 9.43 أوم. هسه أرسم المكافئ، أقول إذا مكافئ اثنين اللي هو عبارة عن مقاومة مع مصدر فولتية توالي، وأرجع العنصر اللي رفعته ما بين طرفين A و B اللي هو المقاومة، اللي هي مقدار قيمة المقاومة 10 أوم، أرجع المقاومة هذه، هذه 10 أوم، وهنا هذه 9.43 أوم، ومقدار قيمة المصدر ناقص 6.29. بس خلي انتبه على هذه الإشارة السالب، من ظهر عندي هنا الإشارة السالب شنو معناتها؟ معناتها أنه النقطة A هي أقل من النقطة B بمقدار قيمة 6 فولت، أو أنه مقدار النقطة B، جهد النقطة B هو أعلى من النقطة A بمقدار قيمة 6 فولت، هذا المقصود. فبالتالي سأعوض عن مقدار قيمة الدائرة بالمكافئ مالتي وأحسب مقدار قيمة التيار المطلوب، فأقول هذا مقدار قيمة الفولتية اللي موجودة عندي هنا اللي هي قيمتها 6.29، وأقول إذن التيار اللي مار بالمقاومة 10 أوم يساوي مقدار قيمة الفولتية الكلية 6.29 على مقدار قيمة المقاومة الكلية اللي هو 10 زائد المقاومة اللي هي 9.43، وأحسب مقدار قيمة التيار.